أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار، وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج، برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون. الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. بداية، سيدي يا رسول الله أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة يوما ذو مقام إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدر، فحين مدحتك اقتدت السحابة. فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا، اللهم آمين. ما زلنا أيها السادة الأماجد مشاهدي الكرام نسير في سلسلة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة التي ابتدأناها ونسير فيها في أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم من سيدنا المعلم صلى الله على حضرته وآله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي جيلا جديدا يعرف قدر الحياة ويعرف قدر الوطن ويعرف كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه المحمدي الرشيد الذي تلقاه عن رب العزة جاء لينشر السلم والسلام والأمن والأمان. ولذلك وصية اليوم من سيدنا رسول الله: من لا وطن له لا دين له، من لا وطن له لا دين له. هذه رسالة وهذه وصية تعلمناها من أحاديث سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعلمناها؟ ألم يكن هو صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحاح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أتدرون لماذا؟ كحبنا مكة أو أشد. هو صلى الله على حضرته وآله خرج مهاجرا من المدينة خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومع ذلك لا ينسى البلد الذي تربى فيه والذي عاش على أرضه والذي أكل من أشجارها ومن ثمارها وشرب من مائها وتربى على ثراها وعلى ترابها. هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رسالة محمدية عاجلة عبر الزمن لتأتي في أعماق الزمن وفي عالمي الغيب والشهادة لنرى هذه الرسالة المحمدية. ينبغي علينا أن نأخذ هذه الوصية المحمدية الغالية النفيسة ونجعلها نصب أعيننا لكي ننهض ببلدنا وبوطننا ولكي تستقر الحياة. كيف يكون هناك دين لمن لا وطن له؟ انظروا إلى البلاد الأخرى، هل تحقق الدين؟ لا. كيف يتحقق الأمن بدون وطن؟ لا، لا يتحقق أمن. كيف يعيش الإنسان أصلا؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يكون الإنسان آمنا على نفسه وعلى أولاده وعلى أسرته؟ أيها السادة الأماجد، لابد أن ننتبه إلى ما يقال دائما. أيها السادة الأماجد، لا نسمع إلى أصحاب الأجندات ولا إلى أصحاب الرايات، ولا نسمع إلى الجماعات المأجورة، ولا نسمع إلى هؤلاء ولا إلى مثل هؤلاء، وإنما نسمع إلى من يأخذ بأيدينا إلى المحبة والسلامة، إلى من يرشدنا إلى الخير، إلى من يأمرنا بالمحافظة على أنفسنا وعلى ديننا وعلى وطننا. أيها السادة الأماجد، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة السلم والسلام، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمن والأمان. كلمة السلام وردت 114 مرة في القرآن، بينما كلمة حرب وردت 10 مرات. أي مقارات هذه؟ الله من أسمائه السلام،
ألم يكن ربنا في القرآن الكريم في سورة الحشر لمن لا يعرف ومن لا يحفظ ومن لا يقرأ؟ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، فالله هو السلام. ولذلك حبيبنا يقول فيما أخرجه الإمام البخاري: لا تقول السلام على الله. لماذا يا سيدنا النبي؟ لأن الله هو السلام حقيقة. إذا كان هذا هو منهج المولى جل في علاه، وإذا كان هذا هو المنهج الذي أمرنا به المولى جل في علاه، إذا كان هذه الصفة للمولى جل في علاه وصفة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج النبوي منهج السلم والسلام في أول لقاء لسيدنا رسول الله، انظروا كيف نفلتر الأمور بالعقل الذي منحنا الله إياه وسيحاسبنا الحق سبحانه وتعالى عليه. أما الذي رفع عنه التكليف الله لا يحاسبه، المجنون لا يحاسب، فاقد الأهلية لا يحاسب، الصبي لا يحاسب حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقف في أول وهلة، في أول لقاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، قال: وابن سلام كان على نخلة ينزل النخل، ينزل الرطب، البلح، بيجيب بلح مع النخلة بالمعنى بتاعنا كده، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس. وأنا دائما أقف، دائما أقف عند بدايات الحديث، لم يكن يا أيها المؤمنون، ولم يكن يا أيها المسلمون، وإنما قال يا أيها الناس، تشمل جميع الناس على مختلف طوائفهم وعقائدهم وشرائعهم. يا أيها الناس، نعم يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان منهج يعني منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما يصوره هؤلاء منهج ظلمان أو يتسم بالظلام أو بالتخريب أو بالتدمير أو غير ذلك، كان ما كانش يا أيها الناس، كان قالك استولوا على هذه الأرض، اعملوا كذا، اعملوا، لا 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 لا، إنما منهج رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة، منهج رشيد، منهج فيه رشد، منهج فيه حب، منهج فيه ود، منهج فيه سلام، منهج فيه أمن، منهج فيه أمان. ولذلك قال: يا أيها الناس، نعم يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام. أول حاجة هي يعني إذن ده المنهج بتاعنا، خلاف المنهج ده ما يبقاش بتاعنا. العالم بيقول كده، أنا ما بجيبش حاجة مختلف، أنا بقول بالعقل أهو. سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحاح: يا أيها الناس أفشوا السلام. أول حاجة هي، ما قالش يا أيها الناس استولوا على هذه الأرض، خربوا هذا الوطن، دمروا هذا الوطن، خذوا النقل، خذوا كذا، خذوا كذا، أحرقوا لا، صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، إنما قال: يا أيها الناس، نعم يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أفشوا السلام. يبقى منهجنا هو ده. وإيه تاني يا سيدنا النبي؟ طب هو هيقول لك كده في الأول، طيب يقول كده في الأول، يقول لك أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال ابن سلام وهو على النخل: والله ما هذا الكلام إلا كلام نبي، هذا الكلام لا يخرج إلا من فم نبي يعلم. أيها الناس، لابد أن نقف مع، سنحاسب والله العظيم، أنا أتكلم دائما وأنتم تعرفوني من قلبي، وأتكلم دائما لله تبارك وتعالى، لا أريد جزاء من أحد ولا شكورا من أحد، وإنما أتكلم للواحد الأحد. لماذا؟ لأن الكلمة أمانة سيحاسب الإنسان عليها، لكن أعطانا الله هذا العقل كي ننظر، لنتأمل، لنفكر، لنتدبر. أكثر من 1000 آية في القرآن الكريم تأمر بالتدبر والتعقل في كل شيء في الكون وفي الإنسان وفي أنفسكم وفي الزروع وفي النخل وفي الفاكهة وفي كل شيء، خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إحياء وطنه عشان لكي يستقر الدين. وأول حاجة عملها سيدنا النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام
لمن بس يعني هذا الكلام موجه لمن؟ لمن يدعون حب الله وحب سيدنا رسول الله، يقول لك احنا بنحب سيدنا النبي وبنحب ربنا ونحب سيدنا النبي واحنا عاوزين نطبق مش عارف شريعه ونطبق كذا واحد. يا ابني ماشي، يعني المنهج ده انت متاكد ان ده منهج سيدنا النبي منهج ربنا ومنهج سيدنا النبي؟ لا والله ما منهج ربنا ومنهج سيدنا النبي. انت عاوزين تطبق شريعتكم انتم وهواكم انتم. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تتذكرون؟ خلاص كده مفيش عقول عندكم؟ منهجنا منهج ربنا، منهج سيدنا النبي منهجه سلام، منهجه امن وامان. والله وتالله وبالله والله لو طبق الناس القانون الالهي المتمثل في افعل ولا تفعل الذي جاء لمسيرة حركة الحياة لدخل الناس في مجتمع كله سلم وسلام، أمن وأمان، رضا واستقرار، لا حيرة فيه ولا قلق ولا شرود ولا ضلال، بل سلام مع النفس والضمير، سلام مع العقل والمنطق، سلام مع الأحياء والأموات، سلام يرف بين حنيد السريرة سلام، سلام يظلل المجتمع كله، سلام في الأرض وسلام في السماء، إذ أن تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. فاصل ونواصل فانتظرونا. عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل الفاصل وجهنا الرسالة وقلنا أن رسالة الإسلام هي رسالة سلم وسلام وأمن وأمان ورضا واستقرار، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى هو السلام، وذكرنا أن منهج الإسلام ومنهج المولى جل في علاه الذي يعني أوجده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المحمدية الرشيدة ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البناء والتعمير والتشييد ومنهج الحب. سؤال: الحب لا يستقيم مع الحب الكراهية ولا البغضاء ولا الحسد ولا الغل ولا الأوصاف الذميمة ولا الأخلاق الذميمة. الحب يعني فيه تآلف وتراحم وتعاطف وتعايش وتكامل إلى غير ذلك من هذه الكلمات، ده اللي يستقر مع الحب. لو أنت بتدعي أنك بتحب واحد بيقول لك أنا بحب الوطن وبحب تراب الوطن وبحب كذا، طيب يا عم بتحب يبقى عندك لابد عندك يتوفر بقى التآلف والتراحم والتعايف والتلاطف والتعايش وإلى غير ذلك والاستقرار إلى غير ذلك. إنما بقى وجدت الكراهية والبغضاء والحسد وإلى غير ذلك يبقى ده مش منك حب. أدي العقل بيقول كده. إحنا بنتكلم دلوقتي خطاب عقلاني رشيد أهو. المنهج عندنا البناء والتعمير والتشييد. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. ما قالكش هو أنشأكم من الأرض وأمركم بالاستخراب فيه، ما قالش كده. ربنا لم يقل هذا، إنما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا أمر بالسعي هوت وأمر بالبناء. وكلمة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، خلي بالك مملكة البحار تسمى بمملكة عطاء الإلهي، بتدينا مش عاوزة منا حاجة. ما تجيش كده البحر بيقول لك كل شهر تحط لي مبلغ من الفلوس وأنا أخرج لك السمك والمرجان لا، يسمى بمملكة العطاء الإلهي. الأرض تسمى بمملكة العطاء الإلهي، السماء تسمى بمملكة العطاء الإلهي، وكل ده بيخدم عليك أنت وعلي وعلى الدنيا دي كلها وعلى البشر ده كله من لدن آدم إلى يوم القيامة. يعني إذا هذا العطاء الرباني للإنسان. فالمنهج عندنا الآية بتقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة لكم بما فيها من أرض وبما فيها من بحار وبما فيها أيضا والسماوات وإلى غير ذلك. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وده مش قرآن يا أخوانا، ده قرآن والله، سورة الملك يا مولانا. طيب اللي انت بتقوله ايه؟ لا مش قرآن، ده هوى. الأقوال بتاعكم تابعة للهوى فارغة. كذلك أيضا الإسلام يعني أمر الناس أن يعيشوا في جو كله حب كله سماحة.
أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق؟ البذاءة والأسلوب اللي فيه يعني تطاول وسب ولعن، لا مش أسلوب سيدنا النبي. ليس المؤمن بطعان، ده أحاديث كلها وحضركم تعرفونها وذكرناها مرارا وتكرارا. ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفحش البذيء. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعوا منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والكل حافظ حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل الكلام ده بننساه وساعة الهوى الإنسان بيتصدر هواه، الشيطان بيغلبه. الشيطان ربنا قال لك عنه إن كيد الشيطان كان ضعيف، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص قضي الأمر. منهج سيدنا النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عندنا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أدي المنهج أهو. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. المنهج بتاعنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده المنهج أهو، ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أدي المنهج، أدي المنهج من القرآن، وأدي المنهج من السنة ذكرناه. نحن نتحدث إلا قرآنا وسنة، أدي المنهج بتاعنا يا أخوان. إنما المنهج الآخر لا نعرفه. سؤال، حضرتك بتقول لابد من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ودعوات كلها هدمة من أجل يعني أن يهدم الإنسان وطنه بيده. ما هو يعني أصل اللي موجود في الكتب ومسطر لدى يعني الجماعات المتطرفة، الشجرة لابد أن يعني يقلعها أحد أذرعها، ولكن ولن تحدث. المعنى مش كده، بس أنا حرفنا المعنى عن أصله يعني. لكن الشاهد عندي إن هؤلاء لا يريدون أمنا ولا أمان ولا سلما ولا سلام، وإنما يريدون الخراب والتدمير، ولم ولن يحدث هذا. أتدرون لماذا؟ لأن الشعب المصري شعب واعي متدين يعشق المولى جل في علاه، ويعشق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعشقون هذه الأرض ويحبونها. نريد استقرارا، نريد أمنا، نريد أمانا، نريد بناء، نريد تعميرا، نريد صحة، نريد كل هذا نريده. وهذا لا يمكن أن يأتي بدون وطن يستقر الإنسان فيه ويعيش الإنسان فيه وينهل من خيراته ويأكل من ثماره ويعيش على ترابه. أيها السادة الأماجد، حافظوا على أوطانكم. نداء ورسالة لكل من يسمعني في مصر وفي خارج مصر، حافظوا على الأوطان، لأن المحافظة على الأوطان من صميم الأديان، بل من صميم الإيمان، بل من صميم مقاصد الأديان. وهكذا فعل رسول السلم والسلام صلى الله عليه وسلم. مستمرين لنبين هذا المنهج الظلماني لهؤلاء، لأصحاب العقول الكليلة التي ران الله على قلوبهم، فصدق قول الله فيهم ولن يفلحوا إذا أبدا، وكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأننا نريد أن نثبت للعالم أن رسالتنا هي السلم والسلام والأمن والأمان والتعاطف والتعايش والتآلف والتراحم. وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.